الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في نونيته، قال: وسل المعطل عن مسائل خمسة ترضي قواعده من الأركان، قل للمعطل: هل تقول إلى هنا المعبود حقا خارج الأذهان؟ فإذا نفى هذا فذاك معطل للرب حقا بالغ الكفران. وإذا أقر به فسله ثانيا: أتراه غير جميع ذي الأكوان؟ فإذا نفى هذا وقال بأنه هو عينها ما هاهنا غيران، فإذا نفى فقد ارتدى بالاتحاد مصرحا بالكفر جاحد ربه، بالكفر جاحد. شنف أذاني من تاني. نعم تفضل يا استاذ. قال الامام رحمه الله: وسال المعطل عن مسائل. هنا بايش بيفعل بقى؟ هنا فند الامر وبين الجهميه وعراهم وعر من معهم في مساله الالزامات، صح، على التبني الذي يتبنوه انه ليس ايش، لا هو في الداخل ولا. اما الاخرون ماذا قالوا؟ في كل مكان كانهم بقى جعلوها الى بد ان يقول امرهم الى اتحاد والحلول، لابد أن يقول أمرهم إلى اتحاد الحلول في هذا الباب. ثم ابتدى يكسر فيهم بالإلزامات. وطبعا أنت هنا عندنا ثلاث أرباع الوسط الملتزم أيضا شغال في مسألة الحكم على الناس باللازم، حكم وهم مش فاهمين يعني لازم أصلا، لكن باللازم. شوف ابن القيم ماذا فعل بالإلزامات: فإما أن يقروا فيبقى خصموا، ما أقروا وأنكروا يبقى كفروا. فهو وضعهم بين امرين احلاهما، مر في الالزامات التي الزمهم بها. هذه الالزامات ابتدى يتكلم فيها. نعم. قال الامام رحمه الله: وسال المعطل عن مسائل خمسه ترضي. يبقى الزمهم بالزامات ايش؟ بالزامات خمسه. عدهم لنا بقى يا استاذ، وكل شويه تاتيني بالزام تقف تقف عندهم. قال: وسال المعطل عن مسائل خمسه ترضي قواعده من الاركان، قل للمعطل: هل تقول إلهنا المعبود حقا خارج الأذهان؟ فإذا نفى هذا فذاك معطل للرب حقا بالغ الكفران. وإذا أقر به فسله ثانيا: أتراه غير جميع ذي الأكوان؟ فإذا نفى هذا وقال بأنه هو عينها ما هاهنا غيران فقد ارتدى. عمي ماذا قلت لك؟ أقف على واحدة يبقى وإذا واحد يعني. الله أكبر. اتفضل يا أستاذي من أول الإلزامات. قل للمعطل: هل تقول إلى هنا المعبود حقا خارج الأذهان؟ فإذا نفى هذا فذاك معطل للرب حقا بالغ الكفران. يعني يقول له الآن الأول: ها إذا قلت خارج العالم، ها إذا قلت هل تقول هنا المعبود حقا خارج الأذهان؟ طيب فإذا إذا إذا نفى يعني هو مستقل بذاته سبحانه وجل فعلا. المسألة مش فين؟ مش في ذهن ده، في الخارج، في خارج ده. طيب يعني له وجود، مفهوم له وجود في الخارج. فهو بيقول إذا نفى الخروج الوجود في الخارج إيش يكون؟ معطلاً. يبقى بيعبد عدماً في هذا الباب. أو اللي زي ما قال: فإذا نفى قال فإذا نفى هذا فذاك معطل للرب حقاً بالغ الكفران. وإذا أقر به فسله ثانياً: أتراه غير جميع ذي الأكوان؟ لا، قال: وإذا أقر به فسله ثانياً. يعني إذا قال لا موجود في الخارج، خارج ذهن موجود، في رب موجود. قال: إذا أقر رتب عليه السؤال الثاني. وش السؤال الثاني؟ أتراه غير جميع ذي الأكوان؟ يعني هو منفصل ها ولا متحد؟ مفهوم؟ منفصل أو متحد؟ على إثر السؤال سينطلق عليك الحكم. مفاهمين؟ تفضل. يبقى إذن الأمر الثاني أنه قال إيش؟ موجود، أقر بالوجود. نقول له ممتاز، نرتب بقى الآن: متحد ولا منفصل؟ مستقل بذاتي أم إيه؟ أم متحد؟ تفضل. قال: فإذا نفى هذا وقال بأنه هو عينها ما هاهنا غيران. إذن الرجل راح على الاتحاد ليش؟ والحلول. أشوف لما كانت الإجابة الإلزامات وصل به إلى ذلك،
إذا ذهب هنا إلى قال نعم موجود في الذهن. طب مستقل ولا قال لا ده كل الكون إيه هو عينه. ده معناه أنه راح إلى الاتحاد. وده أصلا أسوأ من قول من النصارى. لا أسوأ من قول النصارى يعني جعلهم اتحد مع عيسى ومريم فقط في هذا الباب أو على الحلول على القرب بينهما في هذا الباب غير أن المنظومة التصورية فيها شيء من الفارق اليسير. فضل. قال فإذا نفى هذا وقال بأنه هو عينها ما هاهنا غيران فقد ارتدى بالاتحاد مصرحا بالكفر جاحد ربه الرحمن حاش النصارى أن يكونوا مثله وهم ده النصارى أرحم. النصارى أرحم قال وإذا أقر به معلش فسأله فإذا أقر به فسله ثانيا أتراه غير جميع ذي الأكوان فإذا نفى هذا وقال بأنه هو عينها ما هنا غيران فقد ارتدى بالاتحاد مصرحا بالكفر جاحد ربه الرحمن حاش النصارى أن يكونوا مثله وهم الحمير وعابد الصلبان هم خصصوه بالمسيح وأمه وأولئك ما صانوه عن حيوان. أعوذ بالله. انظر قال وأنتم شر مكانا من الذين كفرهم الله جل في علاه في الكتاب تصريحا قد قال الله جل في علاه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لما قال بذلك قال هؤلاء كفرهم الله تصريحا في الكتاب أنتم أشد كفرا منهم لأن هؤلاء ما قالوا أنه حل إلا في من في عيسى وفي مريم فقط اتحاد ثلاثة فقط. أما أنتم ماذا تقولون في كل الكون. وده اللي بيقوله يسري أبو المغفل الكبير صاحب البهرجة المطوحة يعني ده يقوله يسري مطوحة ومن معه كل أصحاب المولد والبخور يقولون بذلك يقولون بأن الله في كل مكان وينكرون علو الله جل وعلا والجهمية أصلا أصل من هذا الباب. ولذلك الأشاعرة لما نحو الجهمية وصلوا إلى مسألة أعظم مما تكون من الكفر وهم لا يدرون. لذلك أبو حنيفة نقل الإجماع على أن من قال بأن الله ليس في السماء ونفى العلو بأنه كفر بأن هذا كفر يعني هذا كفر. وابن تيمية أنا أتمنى قوله عندما قال للجهمية لو قلت بقولكم لكفرت أتوا بقول كفر أتوا به ولا شعر نفس الأمر لكنكم عندي إيش جهال. فكان الجهل عذر مانع من إسقاط الحكم عليهم لكنهم أتوا كفرا ولا ما أتوا أتوا كفرا. لا الذين قالوا بذلك قالوا بأنه حل في الكون بأسره. فلذلك قال أنتم أشد كفرا من النصارى أنتم أشد كفرا من النصارى. النصارى أرحم منكم في هذا الباب. قال حتى النصارى أن يكون حاشا النصارى ده بيخو بقى أرحم حاشا النصارى أن يكونوا مثله وهم الحمير وعابد الصلباني هم خصصوه بالمسيح يعني هم الحمير وعابد الصلباني لأنه ما في أخوه. قال هم خصصوه بالمسيح وأمه وأولئي ما صانوه عن احتوشته السباع. فين وين ربك قول في كل مكان يعني في الحشوش ها في الترع في أماكن أعوذ بالله. أتخيل ربك في كل هذا المكان. وكما قلت لكم أن الرجل الكبير الذي قلت له ماذا تفعل بيطوف قال أنا بطوف عشان هو جوه. أنا بكيت قلت له أنا أقرأه في الكتب لكن أرى أمامي وأنت رجل وسببته. فطبعا ما تعرف العوام إيه ده ألا تحترم سنه قلت له ولا احترم نفسك أنت كمان ما احترمش. المهم شددت عليه فقلت الرجل بيقول أين الله فقال هنا كله بص بعضه قال لي سيبه حمد رجل مجنون ده رجل مجنون سيبه. فبس عوام قالوا يا ترى هذا مجنون فبالك بقى يقول لك يعني سبحاني ما في الجبة إلا الله سبحاني ما في الجبة إلا الله. ويقول ليت شعري لا أدري ما العبد من الرب أو ربنا العبد. كفر صريح في هذا الباب. لذلك قال أنتم أسوأ من النصارى مكانة. نعم قال وإذا أقر بأنه غير الورى عبد ومعبود هما شيئان فاسأله هل هذا الورى في ذاته
أم ذاته فيه هنا أم ذاته فيه هنا أمران، وإذا قرب واحد من ذلك الأمرين قبل خلده النصران، ويقول أهلا بالذي هو مثلنا خشداشنا وحبيبنا الحقان. وإذا نفى الأمرين فاسأله إذن هل ذاته استغنت عن الأكوان؟ فلذاك قام بنفسه أم قام بالأعيان كالأعراض والأكوان؟ فإذا أقر وقال بل هو. تعرف شيخ الذي يضرك من هذا، يعني السال بعض رسائل جاتني، الذي يضرك من هذا ليس الجهل والهوى فقط، أيضا الغباء في إغراق الأمة. يعني تعرف أنهم ماذا يقولون؟ الذي وصلني يقولون الذي يناصر هؤلاء اللي هم تحت القصف والطحن، وإن أهل الكفر الآن يتهجمون عليهم، يقولون يناصر الخوارج. طب ماشي يناصر الخوارج، وانتم بتناصروا اليهود يا أولاد اليهود، إيه ده؟ إيه اللي بيحصل هذا؟ ما الذي يحدث؟ عشان قلت الأمة مستعبطة، لما يطلع غبي زي ده طالع فيتكلم بهذا الغباء وبهذا الجهل المركب، ويعين أهل الكفر الذين يسبون الله وقتلوا النبي بالثأر، ويقول لك شوف 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 إنه يعين الخوارج، يعين الخوارج. انت فاهم ازاي؟ ما هذا؟ ما الذي جعلهم أبعد الناس عن الله بهذه الطريقة؟ ما الذي جعلهم في ظلمة القلب والروح والدين والنخوة والشهامة والمروءة؟ ما الذي جعلهم كذلك؟ يعني بلازم قولهم أنتم تنصرون من قتل النبي صلى الله عليه وسلم وتنصرون من سب الله جل في علاه، على من يناصر دين الله ويطلع يقول لك حتى ولو أخطائي ملأتني أنا أقاتل عن عقيدة، أعلم أن ديني يقول لقاتل هؤلاء اليهود، وتقول الخوارج ده أنا مش عين الخوارج، ده أنا ليتني نعل في أقدمهم إن كانوا ينصرون الله على هؤلاء الكفر الفجر، ليتني نعل وأقل من ذلك في أرجلهم وهم يرفعون راية لا إله إلا الله ينصرون الله ويأخذون بثأر النبي من قتلة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أغبياء يا سفهاء، ما عندكم شيء من العلم ولا عندكم حتى من المروءة، يعني من الشيء الذي تقفون به. لذلك الأم قلت واقع لازم يتغربل، واقع تام لازم يتغربل، لازم يتغربل. ولذلك هؤلاء القوم خوارج، والله العظيم خوارج، خوارج ومرجئة، جمع الله لهم بين السوءتين، بين السوءتين، خوارج على كل من ينصر دين الله جل في علاه ويخالف طبعا ما هم فيه، ومرجئة مع ولاة الأمور دون الضبط الصحيح. إننا نقول بولاة الأمور لكن يضبطنا شرع، وعندنا ضابط شرعي يحكمنا ويحكمهم ولا نتعداه، فهم خوارج حق خوارج، ليس عندهم، ما عندهم علم، أغبية يعني، ضعافة في العلم وأيضا سفالة حتى في التبني. ماذا تفعل أنت تعين اليهود على قوم قول لا إله إلا الله أو كفرهم؟ اطلع بقى قوي، ها اطلع قوي واطلع عالم بحق وقل هؤلاء كفر، عشان تسن الرماح عليك والله يبتليك بأن يرجع القول عليك، ما قال أخي كافر ما عندوش علم فيها فقد بها أحده، اطلع وهات الدليل على كفرهم ونحن معك، كفر خلاص كفر، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم واخرج أهل غزة منهم سالمين، كفر لو عندك مسكة علم اطلع كفرهم، اطلع خليك قوي علميا واذل للناس ذلك، أما أن تقول بدعة يبقى أنت غبي وما بتفهمش في الفقه وما بتعرفش مقاصد الشريعة في مسألة المصلحة والمفسدة. كشفناك كشفا تاما، إما أن تطلع الآن تبين علمك، وإما أن تعلم الأمة بأسرها أنك ببغاء ولست رجلا، وأيضا ما عندك من الفهم ما يمكن أن ينتصر بالأمة أو تتقدم حتى تنتصر بك الأمة. نعم هات تصدر بقى، وهنا الإلزامات احنا ألزمناه أيضا في هذا، أخذنا منه وأعطيناه، ألزمناك فأخرج بين لنا كفر هؤلاء حتى نتبنى ما قلت ونقول لك نفضنا أيدينا، الله ما اضرب الظالمين بالظالمين، لما دامت الكفة فيها إيمان وكفر لا نحن مع الإيمان ولو كانوا شر خلق الله معصية. طيب أبو محجن الثقفي شرب للخمر هو الذي نصر الله به الأمة،
تفضل يا شيخ. قال: وإذا أقر بأنه غير الورى عبد ومعبود هما شيئان، فاسأله هل هذا الورى في ذاته أم ذاته فيه هنا أمران؟ وإذا أقر بواحد من ذلك الأمرين قبل خده النصران. ويقول أهلا بالذي هو مثلنا خشداشنا وحبيبنا الحقان. وإذا نفى الأمرين. ماشي تفضل تفضل يا ناس، لو تعيد يبقى أحسنت، ما تعيد ماشي. قال الإمام رحمه الله: وإذا أقر بأنه غير الورى. يبقى ده الانفصال الآن، يعني وجود مستقل بإيش؟ بذاته، له صفات تخصه. قال: عبد ومعبود هما شيئان. ممتاز. فاسأله هل هذا، يعني لو أتاك بالإجابة الصحيحة وقال لك ها هذا عبد هذا 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 شيئان منفصلان، طيب يبقى إذا هذا عبد هذا وهذا رب وهذا معبود. تفضل. فاسأله هل هذا الذي، هل هذا الورى. فاسأله هل هذا الورى في ذاته أم ذاته فيه هنا أمران، يعني أتقول بالحلول أو بالاتحاد، حل فيهم أو يعني هل هذا الورى في ذاتي، يعني هم هو سر الوجود في هذا الباب. تفضل. وإذا أقرب واحد من ذلك الأمرين قبل خده النصراني. ليش بقى قبل خده النصراني؟ ده أنا أرحم منك، أنت جبتها على الجميع، خليتها كلها على الجميع، والثاني ما جعلها إلا على إيش؟ إلا ثلاثة. قال: قبل خده النصراني ويقول أهلا بالذي هو مثلنا خشداشنا وحبيبنا الحقاني. وإذا نفى الأمرين فاسأله إذن هل ذاته استغنت عن الأكوان؟ فلذاك قام بنفسه أم قام بالأعيان كالأعراض والأكوان؟ وإذا نفى الأمرين يعني لا وجود لا 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 لا, ها لا, لا هو فيه في في ولا هل ذاته استغنت عن الأكوان؟ فلذلك قام بنفسي أو قام بالأعيان كالأعراض والأكوان. فإذا أقر، أنت وصلت هذا؟ طيب ماشي، هات فإذا. فإذا أقر وقال بل هو قائم بالنفس فاسأله وقل ذاتان بالنفس قائمتان أخبرني هما مثلان أو ضدان أو غيران. يعني بتكلم بقى إذا كان قلنا قيام بذاته مستقلا، فنقول بقى هو مثلان أو إيش أو ضدان، عشان نعلم أنت أصلا ستقر بوجودهما أو تقر بإيش، برفعهما على ما قال. نعم. وعلى التقادير الثلاث فإنه لولا التباين لم يكن شيئان. نعم. ضدين أو مثلين أو غيران كانا، بل هما لا شك متجدان متحدان. فلذلك فلذاك قلنا إنكم باب لمن بالاتحاد يقول بل بابان، يعني أنتم فتحتم الباب ليش؟ لمن يقول بالاتحاد. نعم. قال: نقطتم لهم وهم خطوا على نقط لكم كمعلم الصبيان. يعني ولا النفات لوجود تعالى خارج العالم بعيدا من خلق مستوى على العرش بابا لمن قال بالاتحاد، فإن هؤلاء الاتحادية لما جاروهم في ذلك النفي ولم تزغ عقولهم موجودا لا داخل العالم ولا خارج العالم، حكموا بأنه إيش؟ لا داخل العالم خارج العالم، بل هو لأنه موجود عندهم، يبقى هو عين إيه؟ لا، يبقى هو عين الوجود، كما قال المغفل الكبير ابن عربي، وهذا قوله كل كفريات كثيرة جدا. والآن احنا الحمد لله واقفين نشرح للناس اللي بيعتذروا لابن عربي، من أقول لهم الرجل كتبه كلها محشورة بالكفر، كلها محشورة بالكفر، يقول ليت شعري لا أدري ما الفرق بين الرب وبين العبد، خليك لا تدري بين العبد، أنت الرب وأنت العبد، ها؟ يأتون يقولون أنتم لا تفقهون علو فهم الرجل في هذا الباب، علو فهم الشيطان. فصرح بالاتحاد، بل إن هؤلاء النفات أيضا كانوا بابا ولج منه الحلولية الذين زعموا أن الله هو الروح السارية فيش في العالم، الروح السارية في العالم كما قالت النصارى في الثلاثة، لأنهم لما وافقوا هؤلاء في أن الله ليس خارج العالم لم يعقلوا موجودا لا داخلا ولا خارجا، حكموا بحلوله فيه، يبقى لا داخل ولا خارج، وهو كل الكون هو، إذن ما عندهم إلا ذلك، لأنهم يستيقنون من الوجود، طب الوجود لا خارج ولا داخل، وهذا عاقل لا يمكن أن يقبله، يبقى إيش؟ يبقى كل الوجود هو، إذن كل الوجود هو. نعم. فحكموا بحلوله فيه وسرياني في جميع أجزائه، فصار هؤلاء الجهمية النفاة أساتذة لهؤلاء الاتحادية والحلولية، ينقطون لهم نقطا وهم يخطون عليها كما يفعله معلم
الصبياني. ملخص هذا الدلع على طريق السير والتقسيم، الصبر والتقسيم في هذا الباب، أن الله سبحانه وتعالى إما يكون موجودا خارج الأذهان أو لا على ما فصلنا، أو داخل، إما وجود خارج الأذهان أو غير موجود. والثاني مستلزم نفي وجود وجحوده، يعني لو قال لا يبقى إذن جحد بوجوده لو قال مش موجود خارج الأذهان. والأول إما أن يكون وجوده غير وجود هذه الأكوان، أو لا بأن يكون عين الأكوان، وهذا قول الاتحادين. طيب، والثاني مستلزم للقول بالاتحاد أو قول الحلولية، والثاني مستلزم للقول بالاتحاد وهو كفر، إما أن يقول هو حل في الجميع، وإما أن يقول الاتحاد في هذا الاتحاد مع الجميع. ففي الحالتين الكون كله هو من؟ هو الله، على ما قال هؤلاء الكفرة. والأول إما أن يكون متصلا بالأشياء اتصال حلول بأن تكون قد حلت فيه أو حل فيها، كما قالوا سرت كأن لها روح سرت. والأول مستلزم للقول بالحلول الذي قالت به النصارى وهو كفر. والثاني إما أن يكون قائم بنفسه مستغنيا عن الأكوان أو لا. والثاني يستلزم كونه عرضا قائما بالأعيان، يعني مش مستغني بنفسه، وهو كفر، لأن الله مستقل بذاته بائن من خلقه سبحانه وجل فعلا. فثبت من ذلك أنه موجود بوجود مغاير لوجود الأشياء، غير حال فيها ولا حال فيه، وليس هو عرضا لها، بل هو وجود قائم بنفسه، والعالم والعالم قائم بنفسه. فإذا نسب أحدهما إلى الآخر فلا يخلو إما أن يكون مثلين أو ضدين أو غيرين. فما نسب أحدهما الآخر إما أن يكون مثلين أو ضدين أو غيرين، وعلى كل في فائدة مهمة جدا، فهما إيش؟ منفصلان متباينان، وهذا الأصل، لأن الله على عرش باين من خلق. فثبت أن الله جل في علاه مباين للعالم، وأنه فوقه عال عليه، كما قال الله تعالى الرحمن عرش السماء. بالله عليكم، بعد هذا الماراثون في الكلام مع الأغبياء والسفهاء، أولى بنا أن نقرأ الرحمن عرش استوى على العرش وباء من خلق. خلصت العقيدة، وأنا ساعتين بنحارب فهؤلاء الأغبياء السفهاء. طيب، لما بقى الحرب هذه، ولما نقف على ذلك حتى لا يشوشوا على أهل الإيمان؟ ما هو ده خلينا بقى أقول لحضرتك، أصلا هؤلاء الصحابة المرجحة، وهؤلاء المرجحة الكبرى هو الذي قال لا تشار الإصبع إلى السماء، والمرجحة الكبرى هو الذي يعتقد بأن ربه في كل مكان وحل، طبعا يعتقد أصلا الفنة وغير الفنة وغير الفنة في هذا الباب، فهو يعتقد بالحلول. كل من جاء بعده يتكلمون عن ابن عربي، حتى هو نفسه قال ابن عربي قال رجل فذ، لكن أثار جدلا كبيرا وإشكال. ماشي عامل فيلسوف، خلص، هات النهاية. المرجحة الكبرى عايزينك تشطح وتقف. لما شطح ووقف قال ولا يفهمه كثير من الناس، يعني في بقى ناس هنا، نعم، لا يفهمه إلا الشياطين. رجل قال لا أدري ما الفرق بين العبد والرب، أي واحد فيهم منهم في هذا الباب؟ لما تعرف تفرق بين العبد والرب، والرب يعني أنت إيه؟ انت رب. ويقال سبحانه هو الذي قال وكل كلام في الكون كلامه، سواء علينا نثر ام نظامه. ثم تاتي انت اياتها، يعني ما اقول يعني اياتها الغر، وتقولي انا بس نقلت كلام الناس بيمدحوه فقط، ده ما يستلزمش ان انا راضيه بالمدح ده. طب ليه ما تعرضيه؟ لتفتني الناس. انت اصلا انت واجب عليك محاربته فتعرضيه وتقول، يعني بهذا اسمه ايه بقى؟ اسمه ايه؟ التعبد بالخلاف. وهذه من اشر البدع الموجوده في الساحه الان، التعبد بالخلاف. لذلك نشروها بين الناس بايه؟ بشيخ العمود والمذهبيه. المساله باسرها راح على شيء واحد فقط، هدم الاعتقاد الصحيح، لان الاعتقاد الصحيح بيقول مفرق. حتى الان في الازمات اللي احنا فيها بينتهزون الفرصه انتهازا تاما. لايش؟ ليش؟ تقرؤون الواقع؟ لا، ليس كده، ما هو دي خلاص، دي معروفة، هو دي ده فرع، فاهمني؟ لتميع العقيدة. يا أخي خلاص، ما تكلمش، جمع، احنا محتاجين أن نكون كلنا يد واحدة. نعم، لكن أيضا ولذا أنا بقول بقى أنصره وأبين خطأ واعتقاده عشان أصحح المسار، لأني بقول أنا بنصرك وبقول لك أنا وأنت نستمطر النصر. الله اشترط علينا شروط، لازم تظهر، لازم أبينها. أخ بقول لي أبوس إياك، طب ما تبينهاش يا ابني، هل افهمني أنت تريد تستمت النصر الله؟ الله لا يحابي أحدا، اشترط شرط عشان تاخد النصر، مش ممكن تصل له إلا بالوفاء بالشرط. قال إن تنصروا الله، انتهى. قال أنا معهما
ذكرني يبقى لن يذكرك حتى تذكره. اشترط عليك انت تريد يذكرك، يذكرك بالعناية والرعاية والكفاية، يذكرك، يذكرك ايضا بالثناء الحسن. واجب عليك اولا اجيبوني والدلال على ذلك ها اذكروني، يبقى ما اجعلش اذكركم الا بعده اذكروني، ما قالش انا معاك الا بعده ما ذكرته، انا مع عبد ما وتحركت به ان تنصروا الله. انتهى. شروط اشترطها اعملوها. الذين ما كلام فارد اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فلا بد ان يكون بذلك حتى ولو كان فيه ما فيه تمام مسلما وتمام واحدا بالله جل وعلا ينصر الله جل وعلا. نحن نقول له انا معك الان في الخط، لازم ابين لك اياك والتلون، اياك والتلون. ولذلك الصحابه كانوا يفعلون ذلك، اصحح الخطا والمسار ولا اترك لقمه سائغه لغيري. الذين قاتلوا مع الروم عصوا ولا ما عصوا؟ ها قول لي، عصوا ولا ما عصوا؟ كانوا في خطر بالمعصية ولا لا؟ ها. وبعد ذلك لما أتوا لإخوانهم ماذا قال؟ يا مبتدعة ها، وقد قال الله تعالى لا تأخذ يهود ونصارى أولياء اتخذتموا أولياء وقتلتم معهم، ها اذهبوا اذهبوا أنتم مبتدعة لن ننصركم. حصل ها النبي صلى الله عليه وسلم في السياق سياق مدح ولا سياق ذم؟ قال فقالوا يغدرون، الروم يغدرون أهل غدر، شو أهل غدر وهذا الأهل الإسلام عصاة، فجاء أهل الغدر فقالوا لن نقاتلكم، فارغ تسد أنزلوا من سبوا منا، فارغ تسد هو ده بنعمله ده. وهذا الخبيث الغبي السفيه بيستخدم ويستعمل لفارغ تسد ومش فاهم. فقال أنزلوا من سبوا منا نقاتلهم، أما أنتم لا، ما فيش بيننا وبينكم اي شيء، انتم انا هنجلس هناكل معكم وهتبقى في العرس هنتراقص معا تراقص، بس تراقص منضبط يعني هيكون على ضابط الشرع. انا ما اعرفش في تراقص على الشرع، لا استغفر الله، ده كلام ده ممكن يكون استهزاء، لكن المهم ضابط الشرع فاهم، ولا بد هنتراقص معا. فنقول له لا قف، مهما قلت هؤلاء اخواننا لا نسلمهم لكم، المسلم أخو المسلم لا يظلموه ولا يسلمه، حتى ولو كان بدع مبتدع، حتى ولو كان عصيا لا أسلمه لك، هذا أخي من دونك، أنت كافر، أنت بتشرك بالله، أنت بتعصي الله شتيمة وسبا لله جل وعلا، أنت قتلت نبينا كيف أعطيك إخواننا؟ كيف ويقولون ينصر يا أغبياء سفهاء، أغبياء سفهاء. المسألة عظيمة الآن، ربنا كشفهم كشفا تاما بهذا الموقف، كشف تام في هذه المسألة. فقالوا لا نسلم لكم إخواننا. وإيش اللي حدث بعد كده؟ مقتل عظيم، اشترطوا شرطة فنزلوا فقاتلوا، فحل الليل ولم يعرف يعني من الرابح من غيره. ثم اشترطوا شرطة ثانية فكانت نفس الأمر، ثم بعد ذلك قالوا ننزل جميعا لمن؟ لهذا الأخ الذي أخوه المسلم الذي قتل الكافر لأنه رفع الصليب وكانت المعصية في بادي الأمر، قال نحن معه، فقاتلوا جميعا حتى نصرهم الله جل وعلا. ثم صرخ الصارخ الدجال قد خرج في ذراريكم، لكن هنا يغدرون وهم لا يسلمون، الروم يغدرون، اليهود يغدرون، والمسلمون لا يسلمون، المسلمون لا يسلمون إخوانهم، الروم يغدرون تاني، الروم يغدرون واليهود يغدرون والمسلمون لا يسلمون. المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلمه، هذا الأصل الأصيل حتى تتعلموا كيف الاستدلال الصحيح وكيف نصر الدين لله جل وعلا. وأنا أعيد وأكرر هذه الفتوى، ولابد أن تدور في الآفاق كل من يستطيع أن يضر هذه الأمة الملعونة ولم يفعل فهو آثم، ويمكن للحكم أن يعلو من ذلك إن كان في قلبي حبا لكفرهم وحبا لعلو الكفر على الإسلام يكفر بذلك. هذه باقي الفتوى عشان ما يطلعش واحد فاضي عقدين ويقول لك طب هو كان يقصد ايش، طب هو ذهب الى ايش، انت 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 عايز، هو انت ايه، انت مرجئ ولا انت خارج ولا انت ايه بالضبط؟ وهو اصلا واقف يريد ان يغلف لك حكما وهو فاضي علميا، وهذه مشكله كبيره. فلذلك انا قلت المساله في هذا الباب، من استطاع ان يضر هذه الامه وجب عليه ان يضرها اضرارا بالغا ولو بالكلمه ولو بالاشاره. انظر الى حسان كم سيف كسر في ساحه الوغى، قال اهجهم
فإن قولك فيهم أشد عليه من وقع السيوف. أهو نصرة هي، ارجعهم وروح القدس معك بالشعر، بالشعر وجاهدهم به جهادا كبيرا، ارجعهم وروح القدس معك. فمن استطاع أن يضر هذه الأمة بأي ضرر أيا كان ولم يفعل، هو مسألته خطيرة عند الله جل في علاه، لأنه يجب عليه نصرة أخيه المسلم. انصر الله ينصركم، ومن نصرة الله نصرة نصرة المؤمنين أولياء الله جل في علاه، وكان حقا على نصر المؤمنين، فلا بد أن ينصر بعضهم بعضا، ينصر بعضهم بعضا، هذا التأصيل العام. ومن ذلك نحن قلناه الآن بنبين أن هؤلاء الفلاسفة، هؤلاء الأغبياء السفهاء، نحن ننتصر عليهم من أجل أن نرفع راية الإسلام والتوحيد والعقيدة النقية في رب البرية سبحانه وتعالى. معناه بكلمتين نصف الاعتقاد، لكن لما نفعل ذلك؟ لما نحاربهم بهذه الطريقة؟ لأنهم يغزوننا في عقائدنا. ودي النجاحات التي نجحها قد تمت نجاح له، هو بيستثمرها الآن اليهود تمت لهم نجاحات في الأمة الإسلامية، من أعظمها تخريب العقائد. خربوا العقائد بمحاور ثلاثة. المحور الأول إدخال الروافض علينا، والمغفلون قالوا هذا مذهب إيش؟ خامس، وأدخلوهم علينا أنه أنا مسلمون، ده بيقولوا لا إله إلا الله. يا ابني قال لا إله إلا الله وصلى وزعم أنه مسلم، كافر يا ابني، بيلوث فراش نبيك، بيقول عائشة زانية. ماذا أقول؟ يا رب سمحني على هذا الكلام الذي تذوب منه الرؤوس، لكن بيقول عائشة زانية، بيقول أبو بكر الله جل وعلا قال ولا تري أولو الفضل منكم، بيقول كافر، وبيقول على عمر كافر، وكل يوم يقول التسبيح الذي يرزق به البركة اللهم لعن صنمي قريش. هذا هو اللي تعلمه في هذا الباب. فلا يغرنكم، أدخلوهم علينا وهم ليسوا منا، إنهم أكثر من اليهود. عبد الله بن سبأ هو الذي أسس لهم عقيدتهم، فخربوا عقيدة المسلمين بدخول هؤلاء على مذهب خامس، ثم خربوه بإدخال أولاد العمومة، أولاد عمومة الروافض المطحجية، لأن المطحجية دول بقى أساس في تخريب العقائد، أساس. مالك؟ رأيت رسول الله الآن معروف. طب يا عم روح بالله، روح جيب لنا فتوى الآن نشوف الرأي اترفعت ولا ما اترفعتش، امتى ما انت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتخريب بقى واستهزاء وتنزل في عرض الإسلام بطريقة يسخفوننا أهل الكفر بأن يكون هذا الإسلام بهذه الطريقة. ثم بعد ذلك تمييع الهوى الإسلامية، أو شوف أو عندنا أمة مشوهة، المشروع الإسلامي المشوه طالع منهم جزء على نفس الأمر، على نفس الأمر يقول لك غض الطرف عن العقيدة. لازم يلموا شاملنا بعض، احنا لازم نتلم، لازم نبقوا كتير على الناس دي. يا ابن الحلال الكسرة جاءت مذمومة في القرآن، أنت لازم تكون قوي عقديا لتذوب الجبال من حولك، قوي عقديا. قال يا جبال أويبي معه والطير، قوي عقديا عشان تفوز بقول الله تعالى إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين أمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هذا هو التأصيل العام. ولذلك نحن نقول لما نجحوا في إفساد الاعتقاد بهذه الطريقة مع التميع هذا، وأن هناك الأهداف عند هؤلاء القوم تجميع الناس، لذلك قام قائمهم وكبيرهم وقال أهل السنة والجماعة ثلاثة، أهل الحديث والأشعار وال لما؟ عشان يلملم، لأن الأشعار طلعوا وقعقعوا وقالوا احنا 99 في الناس في المية في الناس، الحمد خليكم، الحمد لله انطبقت عليكم النبوءة. كيف ذلك؟ ده الحمد لله احنا فايزين بكده. قالوا او من قله نحن يا رسول الله؟ قال لا انكم اليوم كثير ولكنكم اهو انتم غثائيه. قال الله تعالى وان تطع اكثر من في الارض يضلوك وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم اهو. مدد يا بدوي، مدد يا فاطمه الزهراء، مدد اهو. وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم خلاص خليكم 99%، لكن الواحده في المية هي التي قال عنها نفسها لا تزال طائفه من أماتي على الحق ظاهري لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم. هذا التأصيل العام في هذا الباب. كما قلنا نجاحاتهم، أنا أرى نجاحات اليهود فينا فوق النجاحات العسكرية التي ترونها. هذه ليست نجاحات، دي خسارات بعدها مليارات بتروح على الفاضي، مش بتروح على الفاضي، الحمد لله بتروح، لأن قتلانا فين وقتلهم لا سواء. فوزنا ورب الكعبة في كل الحال، لكن النجاحات التي أثرت فيها حقا النجاحات الفكرية واختراب العقيدة وسحب الهوية الإسلامية من أهل الإسلام، وأن يعيش جميع المسلمين
منتهى أمل كل واحد رب أسرة منتهى أمله وينج شمال. أنا عايزك تبقى مهاجم خطير، أنا أروح مدرسة الآن فاهم، ده منتهى أمله. والتاني يعني هذا التاني منتهى أمله، اسمع عدي محمد رمضان، أنت لازم تطلع في هذا الباب وتبقى ممثل خطير، عشان هو ده ما خلاص هي الآن كل هدف هذا أو يطلع فوق ذاك. يقول سيبك بقى محمد رمضان ده بيموت عبال ما بيمثل وبيوقع بتاع، أنت شوجري أنت شوجري خلاص. هم طبعا كل أنت شوجري دي أصلا استعمال يهودي، الفيس ده كله مين اللي مالكه؟ فاللي بينتشر انت شوجري بينتشر، مين اللي بينشره؟ هم هؤلاء. ليه؟ عشان الشباب يطلع هايف. واحد دكتور مات ليل نهار مذاكرة وليل نهار فاهم، وهو قاعد بياخد 15 جنيه بعد العملية بياخد فاهم، وطالع عيني مراته بتموت من الأكل المكرر، وانت شوجري طالع بياخد التورته وهترجع عارف. يا ابني طب ألف باء قالك معرفش، مفيش حاجة اسمها ألف باء في اللغة العربية. هو حافظ انت شوجري، يبقى الدكتور هيعمل ايه؟ لا هيسيب المشرط ويقول لك انا هنتش واجري، هم شيء عندي. فخلى همة الناس في هذا الباب هو هذا، أمة شباب هايف ما عندوش غير المهرجانات، ما عندوش غير هذا الباب، فهو نجح النجاحات الكبيرة دي في هذا الباب. احنا بنرجع بقى بالأمة الى ان تعلم ان للأمة رصانة ورسوخ وهوية علت على الأمم بأسرها. من لا تعلم منها الهندسة؟ من لا تعلم منها الطب؟ عائشة كانت فقيها طبيبة، الشافعي كان فقيها طبيبا لتعلمه. من لا يتعلم منا الطب؟ من لا يتعلم الطب؟ هؤلاء تعلموا الطب من؟ منا. الهندسة منا. كل العلوم نحن أساسها دلوقتي الآن، كل المهرجانات نحن أساسها، ده اللي بنفتخر فيه، أمة المهرجانات. ده أقصى حاجة ممكن نطلع فيها، نحن نريد أمة فيها اللوامع وفيها المبدعون، وحقا هذه الأمة ولادة، لأن ده مش بكلامي، ده كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أمتي كالمطر، لأن الله اختارها، اختارها على عينه، على عينه اصطفاها واختارها، قال كنتم خير أمة أخرجت، فقد خلقها وخلق لها القيادة والسيادة والريادة، وستكون لكن على القلة لا على الكثرة. فلا تستوحشن الطريق، لا تزال طائفة من أمتي على الحق طريق، لا يدرون من خلفهم ولا من خزهم. بدأ اسمه غريبا وسعود غريبا كما بدأ، ثم قال عموما بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة والتمكين إلى يوم الدين. نسأل الله أن نكون منه. اللهم أمين. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.